الكابينت الإسرائيلي سوف يجتمع الليلة وذلك لدراسة قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هو الرد الإسرائيلي حول المسيرة التي أطلقت على منزل بنيامين نتنياهو، ولا الرد الذي سوف يكون هناك في لبنان والطيران الحربي، العملية التي سوف يقوم بفعلها وما إلى ذلك. القضية الثانية والتي هي أكثر أهمية والتي سوف تحتل الجزء الأكبر من هذا الاجتماع هو الرد على إيران. نحن نعلم بأن منظومة ثاد الأمريكية قد استكمل نشرها في المواقع العسكرية، وطبعا لا نعلم ما هي المواقع التي نشرت فيها بالمنظومة، ولكن على الأقل يقول الجانب الإسرائيلي بأنه تم استكمال ذلك، إضافة إلى تجهيز كافة الدفاعات الجوية. الكابينت الإسرائيلي سوف يدرس ما هي مرة أخرى، طبعا هذا الاجتماع الثاني عموما ليس الاجتماع الأول، هذا الاجتماع الثاني الذي سوف يدرس ما هي الردود أو البنك الأهداف أو المواقع التي سوف يتم ضربها. في كل تصريح لسياسي إسرائيلي يقول لقد نسقنا مع الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يعلم تماما أين سوف تكون الضربة وكيف سوف تكون مآلاتها وما إلى ذلك من هذه المسائل. يضاف إلى ذلك بأن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ لغاية الآن متى ميعاد الضربة، هل سوف يكون قبل الانتخابات الأمريكية أو بعد الانتخابات الأمريكية، هذا لغاية الآن غير واضح. ولكن نحن الآن قد مر على الضربة الإيرانية 3 أسابيع وإسرائيل لم ترد لغاية الآن. طيب ماذا عن أبرز أحداث اليوم أحمد؟ الرشاقات الصاروخية من قبل حزب الله طالت مواقع عدة من ضمنها نهاريا، حيفا وصفد أيضا. يتحدثون في إسرائيل عن 100 صاروخ وقذيفة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الشمال، سواء في الجليل الغربي، الجليل الأعلى، الجليل الأدنى، منطقة صفد، وهي المدينة التي يبدو بأن حزب الله يركز عليها بشكل كبير جدا بعد أن تم تهجير سكان كريات شمونة وروش بينا التي أيضا تلقت اليوم وابلا من الصواريخ. التركيز يبدو منذ فترة طويلة، منذ عدة أسابيع، على هذه المدينة وذلك لتهجير سكانها بالكامل. مدينة حيفا أيضا بلا شك من المدن التي يمكن أن تدخل في دائرة الإخلاء بشكل كامل، هي لغاية الآن لم تتم إخلاءها. ولكن اليوم يعني مررت في جولة سريعة في المنطقة الصناعية كريوت، ولكن يبدو بأن جزء من المصانع قد أغلق وجزء من المصانع لم يغلق بعد، يعني لا ما تزال المدينة بين أخذ ورد في هذه المسألة. ميدانيا الجيش الإسرائيلي مستمر في المعارك في جنوب لبنان، ولكن هنالك مشكلة كبيرة وهو أنه لا يمكننا الحصول على أي معلومات حول ما يجري في جنوب لبنان وفي القرى اللبنانية، لا من المصادر الإسرائيلية ولا من المصادر اللبنانية. بمعنى آخر بأنه في غزة على سبيل المثال أو بحرب لبنان عام 2006 كنا نرى ما الذي يجري، سواء الفيديوهات التي يرسلها حزب الله أو الفيديوهات التي يرسلها الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي في هذه المعركة شحيح في إرسال هذه الفيديوهات، وحزب الله لا ينشر شيئا من المعارك التي تجري. نحن نسمع الأصوات، نبلغ ما الذي نسمعه، نرى الدخان من بعيد، ولكن مجريات المعركة التي يتحدثون عنها من حارة إلى حارة، من بيت إلى بيت، من قرية إلى قرية، هذا لا نستطيع أن نرى. حزب الله يقول بأنه يعني يمعن في ضرب المدببات الإسرائيلية والقوات الخاصة الإسرائيلية، ولكن لا يتم نشر فيديوهات. الجيش الإسرائيلي يقول نرفع الأعلام الإسرائيلية على عيط الشعب، وبعد ذلك نكتشف أن هذا لم يمضي إلا بضع دقائق وتم إزالته وخروج القوات الإسرائيلية. وهذه الحرب التي تدور الآن في جنوب لبنان هي مبهمة وغير معروفة المعالم. ماذا عن المجتمع الإسرائيلي أحمد؟ فقط مصدر معلوماته من الإعلام الإسرائيلي، أم أنه اليوم في عصر التكنولوجيا والإنترنت ربما هناك معلومات تتسرب عن حقيقة ما يجري في الجنوب أو في أي جبهة أخرى تحارب عليها أو تقاتل فيها إسرائيل؟ هذا سؤال مهم جدا. المجتمع الإسرائيلي لا يتابع القنوات العربية ولا يتابع البيانات الخاصة بحزب الله، ولا يتم نشر البيانات أو الصور التي يتم نشرها في من قبل حركة حماس أو القسام، هو لا يتابع ذلك أبدا. حتى المؤتمرات الصحفية التي عقدها مسؤول فلسطيني من وزارة الصحة في غزة، هذا لا ينقل على وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولا خطاب نعيم قاسم، ولا الخطابات التي تتم لحتى نجيب ميقاتي أو غيره، ممكن مقتطف من هنا صغير، مقتطف من هنا صغير لأسباب دعائية. ولكن المجتمع الإسرائيلي يعيش في دائرة مغلقة اسمها الإعلام الإسرائيلي الذي يسيطر على كل شيء، وهو الذي يسرد الرواية.
الرواية في منطقة غزة بأن القتال قد أوشك على النهاية، تم إنهاء المعارك، منطقة جباليا يوجد فيها إعادة بناء لقوة حماس ويتم تدميرها. في المنطقة الشمالية الحديث عن انتصارات ودخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والوصول إلى الأنفاق. طيب. ولكن غير ذلك، أي الرواية الأخرى، الرواية أو السرد الآخر، هذا لا يسمع في إسرائيل. طيب. أحمد، قبل أيام كنا تحدثنا أنا وأنت عن فكرة التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يتعلق بالرد على إيران. قلت بأنه التنسيق عالي جدا، ولكن كان هناك شكوك بأنه بهذه التصريحات التي تصدر عن الطرفين. الآن المتحدث باسم نتنياهو يقول نصغي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا في النهاية سنعمل بما فيه مصلحة إسرائيل. طبعا هذا الكلام مصلحة إسرائيل هو أيضا منطوي على يعني مجموعة من التغرير ببعض يعني السياسيين الإسرائيليين والأمريكيين. لا، هذا غير صحيح. الجانب الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، ينسق كل العمليات العسكرية خاصة فيما يتعلق بضرب إيران أو أي مناطق أخرى مثل الحوثيين مع نظيره الأمريكي لويد أوستن. عندما أرسلت الولايات المتحدة الثاد الأمريكي، أرسلته لأنها تعلم بأنه سوف يكون هناك ضربة قاسية ضد إيران، وإيران سوف ترد ولن يكون بقدرة الحيث ولا مقلع داود كما رأينا في الضربة السابقة قبل 3 أسابيع التي لم تستطع صدها تحديدا في قاعدة نيفاتيم. الجانب الإسرائيلي في موضوع إيران ينسق لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن مسار الطائرات سوف يمر فوق مواقع استراتيجية أمريكية، سواء كانت في شمال سوريا أو كانت في العراق. ثانيا، الجانب الإسرائيلي يريد ويسعى إلى أن يكون هنالك دعم أمريكي لدعم إسرائيل في الدفاعات الجوية إذا ما أرادت أن ترد إيران، وبالتالي لن يقوم بهذه العملية دون التنسيق مع الجانب الأمريكي. وثالثا وهو الأهم، أن الولايات المتحدة لا تعارض ضربة، يعني هي ليست ضد الضربة، هي ضد أن يكون هنالك ضربة للمنشآت النووية. ولكن إذا ضرب الجيش الإسرائيلي معسكرات فليكن، لو قام باغتيال الخامنئي فليكن، لو كان بضرب الحكومة ومقر الحكومة الإيرانية فليكن. ولكن الجانب الأمريكي يرى بأن موضوع المنشآت النووية هو الذي عليه الإشكالية، لأنه هو الذي يعتبر الخط الأحمر بالنسبة للجانب الإيراني الذي سوف يذهب إلى ضرب منشآت ومواقع استراتيجية تحديدا في الخليج العربي، ويهدد بإغلاق مضيق هرمز وبالتالي تأثير على مسار النفط في العالم. وهذا الذي حذرت منه الصين قبل عدة أيام باتصال مع وزير الخارجية الصيني مع نظيره الإسرائيلي للمرة الأولى. هذا ما يخشى منه العالم، أن يكون هنالك تبعات اقتصادية تتعلق بالنفط. أما موضوع التنسيق أن إسرائيل سوف تذهب وتضرب وأن الولايات المتحدة لا تعلم، هذا كان يعني جزء من التضليل. أعطيك مثالا آخر، عندما تم اغتيال نصر الله قال الجانب الأمريكي نحن لم نعلم، بعد ذلك تبين بأنه تم إعلامه في هذه المسألة. فؤاد شكر عندما تم اغتياله قال الجانب الأمريكي بأننا على تواصل ولكن لم يذكروا هذه المسألة، تبين بأنه تم إعلامهم. بلا شك التعاون ليس فقط تعاون عسكري، هو تعاون استخباراتي. هنالك الأقمار الصناعية الأمريكية، هنالك المجسات وإلى آخره من هذه التكنولوجيا التي إسرائيل لا تحارب في هذه المعركة لوحدها. شكرا جزيلا لك من حيفا أحمد البديري مراسل البلد.